نبدأ معكم أستاذ رامي عبد الرحمن، مساء الخير، مرحبا بكم على شاشة روناهي. ماذا يعني ازدياد نشاط خلايا مرتزقة داعش بالتحديد في مناطق شمال سوريا؟ أستاذ رامي عبد الرحمن، يعني تنطلق وتستمر في مناطق شرق دير الزور، عندما شاهدنا هذا التنظيم الذي يشن عمليات كان بشكل يومي او شبه يومي سواء في شمال شرق سوريا او مناطق سيطره قسد والاداره الذاتيه وحتى في مناطق النظام. بعد انتهاء هذه المعارك امس كان هناك هجمات للتنظيم في غرب الفرات، قتل خلالها 13 شخصا من الرعاه والدفاع الوطني. اي ان التنظيم يعمل وفق أجندة محددة يحرك على إسرائيل. التنظيم لم ينتهي، قلنا سابقا التنظيم انتهى عندما تم السيطرة على الباغوث في العام 2019 كمسيطر على مناطق مأهولة بالسكان، ولكن التنظيم كان هذا العام لوحده قد شن أكثر من 230 عملية أو نحو 230 عملية في غرب الفرات وشرق الفرات، وصعد هجماته وهجمات كانت شبه يومية لهذا التنظيم الإرهابي في مناطق مختلفة من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة النظام. طيب، اختفاء داعش أثناء الفوضى التي حاولت بعض الأطراف افتعالها في دير الزور أستاذ رامي، ماذا يعني؟ هل انخرطت خلايا داعش في صفوف المجموعات التي هاجمت دير الزور، أم استغل داعش هذه الفوضى وحاول إعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى، أم ماذا؟ والحرس الثوري يعني والمدرب من قبل الحرس الثوري هاشم السطام بالصوت والصورة في منطقة زيبان، وبعد ذلك يعود إلى منطقة الميادين. واليوم نشر خبر قبل قليل بأن هذا الرجل وضع كاميرات مراقبة حول منزله لأنه بات واضحا بأن كان له دور أساسي في تلك المنطقة. وسابقا نشرنا خبر عن تعامل حزب الله اللبناني مع تنظيم داعش في البادية السورية، وكيف لم يشن هذا التنظيم منذ صيف عام 2021 أي هجمات على ميليشيات حزب الله في البادية، بينما هجماته كانت فقط على قوات النظام. وأيضا يعني نشرنا اعترافات لأحد وقيادات الصف الثاني من الحزب بأنه كيف سمح لعناصر التنظيم بالتنقل باتجاه شرق الفرات العام الفائت وتنفيذ عملية الاستنبار. طيب، شعارات داعش أستاذ رامي التي سمعناها خلال الأيام الماضية في مناطق دير الزور أو المناطق الأخرى، المجموعات المسلحة التي حاولت الوصول إلى دير الزور أو الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، كانوا يرددون شعارات داعش، حتى أن بعضهم يعني تحدثوا علانية بأنهم يرغبون في الذهاب إلى مخيم الهول، ماذا يعني ذلك؟ لا، الأمر مختلف. الأمر الذي شاهدناه بريف حلب الشمال الشرقي وتحديدا في مخيم الذين قتلوا أو قتل معظمهم وجرح الذين شنوا هجوم وكانوا بالصوت والصورة، شاهدنا شعار داعش على ملابس أحد هؤلاء الذي قال بأنه سيذهب إلى مخيم الهول. ومن يعرف هذا الشخص يعلم بأنه سابقا كان منتمي للتنظيم، لذلك لا احد يزاود علينا. الان الامور لا تستطيع ان تقول بانك نشرت كلمه، الان الصوت والصوره هي التي اكبر دليل واكبر شاهد على ما جرى. في دير الزور هناك مطالب محقه والجميع يعترف بها للمدنيين في دير الزور، ولكن لا احد يقول لي بان نواف البشير الذي صار الصوت والصوره وقال بان لديه قوات في شرق الفرات، وايضا هاشم السطام، وايضا
في رأس عراقية قائد الدفاع الوطني، وأيضا شخص آخر أيضا قال للروس بأنه سوف يقاتل في شرق الفرات وهو أحد قيادات الدفاع الوطني. لذلك أقول بأن أسماء كثيرة كان لها دور بخلق فتنة، وهنا أريد أن أقول بأن الآن المناطق يعني عادت إلى ما كانت عليه عسكريا أقله وأمنيا قبل الفتنة في 27 من الشهر الفائت، ولكن لا تزال أبواق الفتنة في تركيا أحد القضائيات التي بالأساس صاحبها ليس همه أن يكون هناك ديمقراطية في سوريا، كل همه أن يكون هناك فتنة مع عربية كردية أو فتنة سنية علوية أو سنية شيعية. لا يعني لا ليس لديه مجال وهو وبعض أبواق الفتنة الموجودة في تركيا أو في دمشق إلا خلق فتنة كان في هذه الأزمة، إلا خلق فتنة عربية كردية، ولكن كدورنا كأبناء الشعب السوري نخشى على الدماء السورية كان العمل على حقن هذه الدماء والوقوف مع المطالب المحققة للمدنيين في محافظة دير الزور، وهي مطالب جميع الطرف بحقيقتها، لكن الجميع لم يعترف بأنه يجب أن تستباح الدماء، أن يكون هناك تحريض عرقي في المنطقة. يعني عندما احتلت تركيا عفرين، وعفرين الجميع يعلم بأن عفرين ذات غالبية كردية سابقة، لم يتحدث أحد بأن العرب قتلوا الأكراد في عفرين، قالوا الاحتلال التركي والمرتزقة التركية، ولكن عندما شاهدنا معارك شرق الفرات الجميع يريد أراد تحويلها إلى قضية أكراد وعرب. ما جرى في شرق الفرات لم يكن أكراد وعرب على الإطلاق، كان قوات سوريا الديمقراطية التي يوجد في بينها عرب وأكراد وصبيان وأشوريين ومسلحين محليين وليس مسلحين العشائر، وأنا قلتها عبر فضائيات عربية، لو كان الأمر بين مسلحي العشائر أو العشائر بدير الزور وقوات سوريا الديمقراطية لما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية في البقاء في محافظة دير الزور يا أبو. نعم، قالها مظلوم عبدي ايضا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيه استاذ رامي. استاذ رامي، بالحديث عن موضوع جبهه النصره، كما تعلمون مجلس منبج العسكري نشر معلومات بان جبهه النصره تمركزت او انتشرت في ارياف منبج، وبالفعل شاهدنا هجمات على ارياف منبج خلال الايام الماضيه، ظهور اعلام ورايات داعش وجبهه النصره في تلك المنطقه، ماذا يعني ذلك؟ من عدا مجلس منبج العسكري جبهة النصرة اعترفت بالصورة، وشاهدنا قادة من جبهة النصرة موجودين في منبج وجرابلس ويتحدثون ويقولون بأنهم موجودين في تلك المنطقة، وأيضا هناك شخص ماجد عيسى هو أحد شيوخ جبهة النصرة وأيضا موجود كان بالصورة في تلك المنطقة، لا أحد يتحدث لي ويقول لي بأن الأمر ليس جبهة النصرة غير مشاركة، جبهة النصرة مشاركة، ومحمد جولاني قال لكل من يريد أن يذهب إلى منبش فليذهب ويقاتل هناك، لا أحد يستطيع إيقافهم، وتم إخراج هؤلاء المقاتلين إلى المحرقة حقيقة الأمر التي جرت في تلك المنطقة بحق المقاتلين العشائريين الذين زج بهم أردوغان إلى تلك الجبهة، والعدد لم يكن قليل، خلال أيام قتل نحو 76 على ما أعتقد حسب توثيقات المرصد على جبهتي منبش وجبهة تل تمر. في تل تمر مجموعة كاملة 24 مقاتل قتلوا في يوم واحد خلال وقوعهم في كمين في أحد القرى. طيب أستاذ رامي، اعتماد دولة الاحتلال التركي على النصرة وداعش بهذا الشكل، هل هذا يعني أن تركيا ماضية في تشكيل ما أسمته قوات سوريا الديمقراطية قبل شهور بالحزام الأسود أو الحزام السلفي الذي يسعى الاحتلال التركي لتشكيله في الشمال السوري؟ أعتقد اليوم هذه المشاريع سوف تنتهي، لأن لا أردوغان قادر على ضبط المنطقة ولا غير أردوغان قادر على ضبط المنطقة، عندما تتحول تلك المنطقة لمجموعات تظهر حقيقتها بالصوت والصورة أعتقد أردوغان غير قادر ليقول المجتمع الدولي بأنه هو يدعم مقاتلين ديمقراطيين، عندما نشاهد الشعارات و ما يقوم ويقول هؤلاء، يعني هؤلاء لم يخفوا حقدهم ولم يخفوا هويتهم، سواء كان الذي كان عبر العربة وقال بأنه سيذهب إلى الغول، وأيضا الذين جاء بهم إلى تمتمر إلى المحرقة، هؤلاء أيضا مع الأسف شعاراتهم كانت واضحة لا تختلف عن شعارات ليس النصرة بل عن شعارات تنظيم داعش الذي كان يدعو إلى الذبح والقتل، وهنا يعني الحصيلة أمامي، يعني هناك 76 شخص قتلوا في هذه المحرقة التي دفع بها المقاتلون للقول بأنهم مقاتلين عشائر، عندما تحدث عن 43
مقاتل يقتلون في منبج، وعن 31 مقاتل يقتلون أيضا في منطقة الحفكة أو ما تعرف بمنطقة تسميها منطقة السلام، هي أنما بعض ما أرسلهم إلى تلك المنطقة أرسلهم إلى الموت المحتم. طيب سنكتفي بهذا القدر أستاذ رامي، شكرا جزيلا لكم الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري.